كابتن عادل، ألف مبروك، فوز صعب ولكنه مهم. الجميل انك تكسب باي صحيح. باي وضع، انك تكسب الثلاث نقاط، لان ده صراع دوري. يعني عندك 34 اسبوع، 34 اسبوع بتلعبهم، مش والكبير يكسب حتى لو مش في افضل حالاته. لا يعني لا، بكلمك على 34 اسبوع بيتحسم الدوري لما انت بتكسب اكثر اسابيع. طب فانت مبروك ان انت كسبت، ولكن خلينا نبقى في منطقيه شويه. احنا الشوط الثاني ما كانش ادائنا كويس، كان في تسرع زي ما الكباتن قالوا، والتسرع ده نبع من، انا من وجهه نظري يعني، دائما اخر مباراه قبل مباراه مصيريه أنا ممكن قويه، تفكيرك التفكير هو مش مبرر، ولكن مش مبرر بس أحيانا ده فكر اللعيبه يعني. الخوف على الرجل، الخوف على انك انت تعمل مجهود ازيد، الخوف يؤدي للاداء ده، ولكن مش مبرر. انت لازم تلعب للمباراه النهارده وبعدين تبص على اللي بعديه، خليك محترف 100%. في نقطه انا عايز اقولها، ونصيحه يعني عايز اتكلم فيها لبعض اللاعبين، مش هقول اسماء يعني. اتفضل. المدير الفني ليه وجهه نظر. ايوه. احسن حاجه للمدير الفني انك تطلعه غلطان. عارف ازاي؟ ايوه. يعني لما اديك، انزل اكسفني. انا دايما اقول للعيبه كده بتاعتي، اقول لهم انا عايزك تطلعني، في كلمه مش عايز اقولها يعني، اقول لك غلطان، عايزك تطلعني مش فاهم حاجه. انزل اثبت للناس كلها ان انت افضل واحد وما لعبتكش، انت مظلوم ان انا ما لعبتكش. لكن انت كبتنزل ادائك بيبرب، ما انا صح. انت فاهمني يا كابتن؟ أيوة ايمن. أيوة. ودي مهمه، دي نصيحه للاعبين يعني. انا بنصح جميع لعيب الاهلي، انتوا لعيبه كبار، عندكم مجموعه كبيره من اللاعبين، انتوا مش نادي ما فيهوش الا 7 8 لعيبه كويسين. احيانا النادي اللي بيبقى فيه 7 8 لعيبه كويس، عارف اللي بيحصل يا كابتن ايمن؟ كل أيوة. واحد عارف الاحتياطي والاساسي. لكن الأندية الكبيرة فيها صراع كبير ما بين فيها صراع كبير ما بين أنت تلعب ولا أنا ألعب. فأرجو إن أي لعيب يحس إن هو بعيد عن الفرقة يموت نفسه عشان يرجع، وأول ما ياخد أي فرصة يمسك فيها، ويمسك فيها بإيده وأسنانه، لأنه النادي الأهلي كبير. عامة مبروك النهاردة الثلاث نقاط. هنحضر تحضير جيد للمباراة الجاية القادمة. المباراة القادمة بالنسبة لنا مباراة عادية، أنا في وجهة نظري بطولة ومباراة عادية، ولكن محتاجينها الأيام دي. جمهور الأهلي يستاهلها. أنا من وجهة نظري إن جمهور النادي الأهلي يستاهل بطولة السوبر إن شاء الله. يعني أنا أتمنى من اللاعبين يلعبوها، هم على طول بيعملوها، بس المرة دي يموتوا في الملعب ويلعبوا لجمهور النادي الاهلي فقط، لان جمهور النادي الاهلي محتاجها، ومحتاج ان نحط النقط على الحروف. لان الفكره دايما لما الخصوم تقرب منك لازم تعمل لها البعد، توضح الطريق، ما تخليش الطريق مجهول قدام الناس، لانه في ناس بتحط راسها براسك. لو حصل يعني انت ممكن تكسب 40 50 60 مره ورا بعض، مش هتقول حاجه لانك انت قوي وما بتتكلمش. لكن لو خسرت مرتين ولا ثلاثه ورا بعض، انت عارف الطنطنه والكلام الكتير. والكلام الكتير، واحنا والنادي الاهلي انتهى. والحاجه دي مش اخر المطاف يعني، الماتش السوبر ماتش صعب الحاجات دي، ولكن النادي الاهلي قادر عليه ان شاء الله. مبروك مهما حصل، ثلاث نقاط معاك. صح. نحطهم في صندوق الدوري، اتحطوا وفي الاخر خلاص انت بتدور على المكسب، ونشيل بقى دماغنا من المباراه الدوري ان شاء الله. عندنا المباراه القادمه واكيد المدرب، بس نصيحتي للعيبه دي لازم يحطها في ودانهم اللي انا قلتها، لاني انا شايف بعض اللاعبين وهم لاعبين كبار ممكن بيبعدوا نفسهم يعني. بالعكس، اعتبرها الراحه تساعدك قدام. اي اتمنى بإذن الله.